السؤال اللي بعده بيقول لي قال خليل مطران فيا هند انت منى مهجتي وناهية القلب والامره. خلي بالك ده سؤال دور اول 2022 مش سايبين مطران في حاله. اي امتحان الوزاره بتقول لي مطران تعالى انت ضيف عندنا تعالى لي. مطران هنا بيقول فيا هند انت منى مهجتي، الله بيكلم هند، وناهية القلب والامره. بقول لك ايه يا هند يا هند، بيتغزل في محبوبته هند، انت منى مهجتي، انت قلبي، انت قلبي وانت اللي بتنهي قلبي وبتأمريه. خلاص مطران خلاص دماغه ضاعت، دماغه ضاعت من كتر الحب، بقى كل حياته بالنسبه له كل حياته الحب وال... انت ايه اللي مزعلك يا اخ؟ ايه يا عم ايه اللي مزعلك؟ يعني الناس بتحب يا عم، انت بتحب يا عم هو إيه؟ انت يا دكتور لا عشان لسه خاطب يعني ف بصراحه منور جدا منورنا والله والله يا دكتور. يعني هل وانت بتسمع المحاضره كده مش متحمس وعايز تقوم تقطع الكتاب من كتر الحماس؟ يا بص الحماس اللي في الكاميرا هند عشاني ولا عشان هند؟ لا عشان عايز اقول لكم يا جماعه الحماس اللي في الكاميرا اقسم بالله هو اللي في الاستوديو، اللي هو يا جماعه ان احنا قاعدين اصلا مستمتعين ما شاء الله بالاداء بتاع بصلاح، فبختكم فعلا حبيبي يا دكتور ربنا يعزك محمد ربنا يكرمك يا حبيبي ربنا يخليك يا بصلاح حبيب قلبي. محتاجين من اي حاجه هند او مطرقه كده حبيبي؟ هنعوز هنعوز اشعار جديده بقى يعني انا اي استشراف هنقول بقى محمد اي اكون محمد ايمن امتحانات الوزاره 2054.